مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم متعة المعرفة. اليوم سنقدم مجموعة من الأسئلة العامة والمسلية لاختبار معلوماتكم العامة. لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات على عدد إجاباتكم الصحيحة. السؤال الأول: ما هو الطائر الذي يلد ولا يبيض؟ الحصون، الخفاش، الكناري؟ الجواب الخفاش. السؤال الثاني: ما هي أصغر دولة في الوطن العربي؟ لبنان، البحرين، الكويت؟ الجواب البحرين. السؤال الثالث: ما هو الطائر الذي يستطيع أن يدير رأسه بزاوية 270 درجة؟ الخفاش، الغراب، البومة؟ الجواب البومة. السؤال الرابع: ما هو المكون الرئيسي في صناعة الشوكولا؟ الكاكاو، الحليب، الفستق؟ الجواب الكاكاو. السؤال الخامس: ما هو الحيوان الذي إذا جاع يأكل صغاره؟ الأسد، الفهد، النمر؟ الجواب النمر. السؤال السادس: أين صنعت أولى كسوة للكعبة؟ البحرين، مصر، سوريا؟ الجواب مصر. السؤال السابع: ما هي الحشرة التي تمتلك 100 عين؟ البعوض، النحلة، الذبابة؟ الجواب البعوض. السؤال الثامن: ما هو أخطر أنواع السمك؟ الحوت، القرش، أبو شراع؟ الجواب القرش. السؤال التاسع: ما هو أسرع حيوان بري في العالم؟ النعامة، الفهد، النمر؟ الجواب الفهد. السؤال العاشر: ما هو الشيء الذي يأكل كل شيء؟ الفم، الزمن، النار؟ الجواب النار. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.